الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أولا السيد النائب المحترم السيد النائب رئيس المجلس الشرعي الإقليمي المحبس السيد رئيسة مجلس جامعة المحبس السيد عضو المجلس السيد عضو المجلس الاستشاري عضو المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية رئيس المركز الوطني لمصاحبة القانونية الدكتور أحمد قيتش المدير الإقليمي للشباب والرياضة السادة أعضاء المجالس الجماعي الأساتذة الجامعيين والأكاديميين رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى السادة الحضور كل باسمه وصفته. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يقوم المركز الوطني لمصاحبة القانونية لحقوق الإنسان بزيارة الميدان في الصحراء المغربية السزان برئاسة الدكتور الفاضل أحمد قيتش والدكتور محمد سلمون كاتب المركز ورئيس عبدو به رئيس المركز الإقليمي بشيشاوا السراغولي الذي أي تعريف به ونفذ مرافق مؤازرين نساء المنطقة الصحراوية التي تعاني في صمت مريع وتتعرض لجميع أشكال العنف اللفظي والمعنوي والجسدي والجنسي دون استحضار العامل الإنساني والحقوق والحقوق التي كرم بها الله سبحانه وتعالى المرأة في حياتها ومن أخص نساء المحتجزات داخل مخيمات الذل والعار بلد في الجزائر المطوقة من طرف شنطة من عناصر البوليساريو مدججين بالأسلحة النارية بمعدة الكبرات الجزائرية الذين يعملون على تركيع الشعب تركيع الشعب الشقيق الجزائري أمام مصير المنتظم الدولي ويتاجرون من أجل القضية الوطنية الذي تربك حسابات الكبرات. الحمد لله تقدم الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمشروع واقعي وتوافق سنة 2007 أمام الأمم المتحدة لدين التقى والرضا عنه والحمد لله جميع الدول صدقت عليه بالإجماع واعتبره حد يؤذي جميع الأطراف مع الأسف الشديد الجارة ما زالت تسبح في الماء العافية وتتاجر بالقضية وطبيعة احتجاز الشعب الصحراوي تحت تبعات الدفاع عن حقوقه الوهمية. الآن الأمر واضح وعلى الأمم المتحدة تحقق مسؤولياتها لأن هذا النزاع عمر أكثر من 4 عقود مع إحياء مسلسل اتحاد المغرب العربي ورفع المستوى المعيشي للشعوب الإقليمية والنهوض بالمرأة في المجتمع الإقليمي لاتحاد المغرب العربي مزيدا من التعاون والعطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.